يا صباح الصحة والخير والجمال، والشمس هي طالعة مع راحة البال. يا صباح الصحة والخير والجمال، والشمس هي طالعة مع راحة البال. صباح الخير مشاهدينا، اهلا بيكم، يوم جديد وحلقة جديدة وصباح الصحة والجمال. النهارده يوم الاثنين 21 اكتوبر 2019 و 22 صفر 1441. مشاهدينا النهارده الفقره الطبيه زي ما عودناكم، دايما كل اثنين بنقدم حاجه طبيه لمشاهدينا ولاسرتنا، وهنتكلم النهارده عن التهاب اللوستين عند الاطفال، يعني اللوز اول ما بتلتهب هنعمل ايه للطفل، وخصوصا احنا كمان داخلين في فصل الشتاء، فالانفلونزا الكتير والبرد بيأثر على اللوز وبيحصل التهاب في الحلق وكمان تضخم في اللحميه وحاجات كتيره جدا. النهارده مشاهدينا هنتكلم عن امتى اعمل عملية اللوز لابني، طيب اعملها دلوقتي ولا بعدين. طبعا اللوز قد ايه مهمة ومفيدة جدا للجسم، هي الخط الدفاع اللي بيطرد كل حاجة زي البكتيريا او الفيروسات، ما بيخليهاش تخش جوه الجسم. طيب هل اول ما تلتهب او يحصل اي مشكلة فيها ممكن نشيلها على طول ولا نستنى شوية؟ هنعرف كل حاجة عن اللوز واللحمية مع الدكتور طارق عبد الفتاح حسن، استشاري الأنف والأذن والحنجرة. مشاهدينا هنروح لفاصل ونرجع نستقبل ضيفنا ونكمل حوارنا. يا صباح الصحة والخير والجمال، والشمس هي طالعة مع راحة البال. ورجعنا لكم مشاهدينا مرة تانية، ولسه مكملين معاكم صباح الصحة والجمال، والنهاردة بنتكلم عن اللوز والتهاب اللوز، وامتى اعملها وامتى ما اعملهاش، وهل ليها فعلا فوائد مهمه جدا. ده اللي هنعرفه النهارده مع الدكتور طارق عبد الفتاح حسن، استشاري الانف والاذن والحنجره. صباح الخير يا دكتور، واهلا بحضرتك، شرفتنا في الصحه والجمال. شكرا جزيلا. دكتور، طبعا احنا داخلين في فصل الشتاء، فطبعا اطفالنا بيحصل لهم يعني تغيرات كتيره جدا، من ضمنها الانفلونزا والحاجات دي كلها، فبتاثر على اللوز، والام فيما بعد ما بتعرفش ان ده التهاب، ده تضخم عند الطفل في اللوز يعني بتاعته. في البدايه نعرف مشاهدينا ايه هي اللوز وايه هي فائدتها. بس احنا الهواء اللي حوالينا مش مجرد بس غازات اكسجين ونيتروجين، لا ده فيه ميكروبات وفيروسات وطفيليات وحاجات ممكن تهاجم جسم البني ادم. وربنا سبحانه وتعالى خالق الجسم الجيش اللي يقدر يدافع عن الجسم ضد الحاجات دي. الجيش ده اللي هو جهاز المناعه، وزي اي جيش في اي مكان في الدنيا له مناطق تمركز. مناطق التمركز بتاعه الجيش بتاع الجسم اللي هو جهاز المناعه، اللي هي اسمها الغدد الليمفاويه او العقد الليمفاويه. دي نقطة التمركز بتاعت الجيش اللي بيطلع منها الخلايا بتاعته تهاجم الميكروب او تهاجم الفيروس اللي هاجم الجسم، ترجع بيه على نقطة التمركز ده تتخانق معاه وتخلص عليه. فالغدد الليمفاوية اللي موجودة في كل مكان في الجسم، وتقريبا حوالي اكتر من 300 واحدة موجودين حوالين الرقبة موجودين في تحت الإبط، موجودين في البطن، موجودين في الرجلين. 300 اكتر من 300 غدة الليمفاوية متوزعين في كل حتة في الجسم. ولأنه اكتر مكان عرضة للهواء اللي هو فيه الميكروبات والفيروسات دي هو الأنف والفم، فربنا خالق غدتين لنفويتين أو يعني كذا غدة لنفوية كبيرة موجودة في مدخل الفم والأنف عشان خاطر تبقى حائط السد ضد الحاجات اللي ممكن تهاجم الجسم. اللوستين اللي هو موجودين في آخر اللسان على جناب الحلق، واللحمية اللي هي موجودة في آخر الأنف اللي هو الأماكن اللي بيخش منها الهواء. دورهم ايه؟ هم المراكز نقط التمركز بتاع جهاز المناعه اللي بيخرج منها الخلايا اللي تقدر انها تتعامل مع الميكروبات والفيروسات. بس يا دكتور بحس ان اللوز مفيده جدا طبعا للجسم، ربنا خلق لها ليها فايده ودور مهم، واللوز بالذات في تحت سن 3 سنين ليها جزء مهم جدا في جهاز المناعه والدفاع عن الجسم وتكوين مناعه الجسم اللي هتستمر مع الطفل بقيه حياته. لكن ليه احنا في بعض الاوقات ممكن نقول طب احنا محتاجين نشيل اللوز واللحميه؟ لو الضرر بقى اكتر منفعه، طبعا ربنا خالق كل حاجه ليها دور وليها فايده.
فقط اذا اصبح المنفعه اقل من الضرر والضرر بقى كتير، ساعتها محتاجين ان احنا نفكر في يعني يا دكتور لو حصل الاول هنقول بقى اعراض التهابات اللوز علشان بالزبط. نعرف هل هنشيلها ولا لا، يعني نعرف مشاهدينا برضو السؤال الاعراض اللي بيسالوا كتير من الاهل، انا محتاج اشيل الوز واللحميه ولا لا؟ دكتور الاطفال بيقول لي لا، رحت للدكتور قال لي اشيلها، رحت للدكتور تاني قال لي لا. الكلام ده يعني لانه في خلاف بقى تقريبا شبه محسوم، لان في قواعد طبيه احنا ماشيين عليها. القواعد الطبيه دي بتقول انه اذا حصل التهابات في يعني اسباب كثيره اشهرها واهمها، يعني اذا حصل التهابات متكرره في اللوستين او اللحميه، والالتهاب ده نقصد بيه بعيدا عن الادوار الفيروسيه يعني ادوار البرد، يعني الطفل لو كان بيعطس وبيرشح وعنده شويه كحه وارتفاع بسيط في درجه الحراره اللي هو دور البرد العادي، ده ما بنعتبروش التهاب بكتيري وما بنحسبوش، يعني مش بنعده، احنا بنعد بس عدد المرات اللي حصل فيها التهاب بكتيري في اللوستين. التهاب خلال السنه بنعد كم مره حصل التهاب بكتيري. التهاب بكتيري يعني الم شديد وصعوبه في البلع، ارتفاع شديد في درجه الحراره غير مصاحب باعراض البرد، يعني ما فيهوش لا عطس ولا رشح ولا كحه. طب نقولهم تاني بقى يا دكتور عشان مشاهدينا برضو يبقوا عارفين معانا، عشان بنتلخبط بين البكتيريا والفيروس. التهاب الفيروسي بالظبط. التهاب الفيروسي اللي هو دور البرد العادي، يعني هلاقي الولد بيعطس بيكح وبيرشح ودرجة الحرارة تعلى ارتفاع بسيط، والمفروض ان هو حتى بدون علاج مع أدوية خفيفة حاجات مخفضة الحرارة في خلال كام يوم الطفل يبقى كويس. انما التهاب البكتيري يعني في ارتفاع شديد في درجة الحرارة، ألم شديد وصعوبة في البلع، والطفل مش بيتحسن إلا لما بياخد مضاد حيوي ومفيش أعراض البرد، يعني مفيش لعطس ولا كحة ولا رشح. ده يبقى اسمه التهاب بكتيري، بالذات لو الدكتور فحص الطفل ولقى فيه ان فيه كمان صديد على اللوستين، يبقى ده حاجة علامة صريحة وأكيدة إن ده التهاب بكتيري. والأم تعد كم مرة بيجيله في السنة؟ الكلام ده بيحصل كم مرة في السنة؟ كم مرة يا دكتور لو زاد عن حده يعني؟ أنا أقول الكلام بتاع الأكاديمية الأمريكية يعني بيقول إنه لو بيحصل 7 مرات في السنة في سنة واحدة، أو لو 5 مرات على سنتين، أو 3 مرات على 3 سنين. الحقيقة إنه الرقم ده كبير شوية، بالذات بالنسبة للأطفال عندنا في مصر، الجو مختلف وطبيعة المناعة مختلفة، فيعني إحنا الحقيقة في مصر لان دي اسمها جايد لاينز يعني الخطوط العامه، يعني احنا مش بنمشي عليها بدقه قوي، انما يعني على الاقل لو الطفل بيحصل له على الاقل 4 مرات في السنه، يعني لو في 4 مرات في التهاب بكتيري ده غالبا معناه انه اللوستين بقى فيهم ميكروب، والميكروب ده بينشط كل شويه، وان احنا لو سيبنا الطفل بدون ما نعمل العمليه هيتكرر عليه الاعراض والالتهابات بتاعه اللوستين التهاب البكتيري يعني. ودي حاجة صحية مش كويسة، مفيش حد فينا يحب ان ابنه كل شهر يرقد في البيت اسبوع. وكمان احنا اساتذة في الانتيبيوتيك يا دكتور طارق، لان مشكلة كبيرة جدا، بس عايزة حضرتك تعرف المشاهدين ان اذا حضرتك فرقت بين الفيروس وبين البكتيريا، البكتيريا ناخد ليها انتيبيوتيك، اصل مش احنا اللي هناخد، هو احنا هنروح للدكتور؟ هنروح للدكتور طبعا لانه الدكتور هيكتب المضاد الحيوي الملائم لنوع الميكروب المتوقع ان هو يكون عامل التهاب بتاع اللوستين. مفيش داعي خالص ان احنا ناخد مضاد حيوي من نفسنا. سوء استخدام المضادات الحيويه او استخدام المضاد الحيوي مع دور البرد اللي هو مش اصل اول شويه سخونيه لاي طفل، الام على طول بتدي له انتيبيوتيك في البيت مضاد حيوي على طول، فده غلط جدا طبعا. بيأثر عليه. ودلوقتي بقى في ثقافه من الناس ابتدت تفهم، الناس نفسها ابتدت تفهم، الدكاتره كمان ما عادوش بيجاروا المرضى، بقى الدكتور بيفهم المريض انه سوء كتر استخدام المضادات الحيويه ده مش كويس على صحه الطفل لما يبتدي يكبر، ومش كويس لمناعته، والمضادات الحيويه اللي انا باخدها دلوقتي لما هوصل لسن كبير لو جالي ميكروب مش هتفيدني ومش هتنفع، واحتاج اخد مضاد حيوي اقوى. فالصح ان احنا ما ناخدش مضاد حيوي الا لو الدكتور اداه تحت اشراف طبيب، تحت اشراف الدكتور، ولما يكون الطفل محتاج. مظبوط. وانا والله برجح ان بعد 2 3 سنين ما ياخدش الطفل انتيبيوتيك دلوقتي خالص، مش عارفه لو الحاله محتاجه، انما يعني انما كل ما نبعد عن المضادات الحيويه كل ما كان افضل. مظبوط. طيب يا دكتور انا اعرف ابن امتى ابني اعمل له عمليه دلوقتي حالا بقى، يعني خلاص انا كده مش قادره. استئصال اللوستين والحميه ما فيهوش حالا، هي مش حاله طارئه، انما ممكن يكون الوضع متعجل. يعني احنا قلنا ان السبب الاولاني اللي خلينا نقول احنا محتاجين نشيل اللوستين والحميه انه يكون في التهاب متكرر، يعني تحول الالتهاب الى التهاب مزمن وبقى في ميكروب كامن جوه اللوستين كل فتره بينشط وبيعمل التهاب. ده السبب الاولاني. السبب الثاني وهو السبب الحقيقي الاهم، اذا كان الطفل بيعاني من شخير وتوقف للنفس اثناء النوم، يعني الطفل هو نايم
بينام فاتح بقه بيشخر بصوت عالي، والاهم ان نفسه بيتكتم، يعني يشخر شويه وبعدين نفسه يقف ثانيتين ثلاثه وبعدين شهقه طويله وبعدين يرجع يشخر تاني. الثواني اللي بيقف فيها نفس الطفل دي اللي هي توقف النفس اثناء النوم يعني شيء سيء جدا وله تاثير ضار على صحه الطفل على المدى البعيد. يعني هنا يا دكتور التضخم اللحميه بقى بيبقى مع تضخم اللوز؟ غالبا الانف مسدود والحلق مسدود بسبب وجود اللوستين، فالطفل بيحاول ياخد نفس مش قادر لغايه ما المخ يتنبه انه الاكسجين مش داخل في الدم كويس وثاني اكسيد الكربون بيزيد، يعني انا بتخنق، فيخلي الطفل يصحى. عشان كده الاهل يجي يقولوا الولد نومه متقلب جدا، عمال بيتقلب كتير وهو نايم، مش مستريح، بيصحى من النوم مرهق وتعبان عايز ينام تاني، بيروح المدرسه كسلان مش مركز. كل الاعراض دي الاعراض بتاعه توقف النفس اثناء النوم، وهو مشكله خطيره. معنا الصوره اللحميه على الشاشه اهي معانا يا دكتور. ايوه تمام. اللحميه هو الجزء الموجود خلف الانف. هو الصوره الاولانيه اللي على اليمين دي ده الانف نفسها، ودي قرنيات الانف، بس هي المنطقه منطقه البلعوم الانفي اللي هي المنطقه اللي خلف الانف هي دي المنطقه اللي فيها اللحميه. واللحميه لو زادت حجمها هتسد فتحتين الانف من ورا، وبالتالي هتخلي الطفل مش قادر ياخد نفسه من مناخيره خالص. طب دكتور ايه الاسباب بقى اللي بتخلي اللوز ملتهبه قوي كده واللحميه كمان ملتهبه قوي كده؟ في الحقيقه الالتهابات المتكرره علامه من علامات ضعف المناعه. لو احنا ولادنا بناكل كويس المناعه جايه، لو احنا بناكل كويس وعايشين في بيئه صحيه كويسه، يعني الاعداد الناس اللي ساكنين في مكان فيه عدد كبير قوي، منطقه مش تهويتها مش كويسه بتاع، اغلبنا ما عندوش الظروف دي. المشكله اللي بقت موجوده في زماننا واضحه قوي هو سوء التغذيه. الاطفال ما بتاكلش الا الاكل اللي هم عايزين ياكلوه، في البيت ما بناكلش الا كربوهيدرات نشويات وحاجات محمره ومقليه كتير وشيبسي وماكدونالد سوري، يعني الحاجات الوجبات السريعه يعني عندك الحاجات دي كلها والمياه الغازيه والكلام ده. ثقافه التغذيه السليمه للطفل عندنا، الطفل مش بياكل كويس فهو بيبقى عرضه لاي حاجه بتحصل، مناعته بتبقى مش كويسه وبالتالي هو عرضه اكتر ان يحصل له التهابات. طيب دكتور لو الام اهملت بقى تكرار التهابات اللوز، ده بيؤدي الى ايه على الصحه العامه بتاعت للطفل؟ والله هو بصحك هو يعني المشكله الاساسيه هو انه احنا كل فتره هلاقي ان ابني بيسخن، درجه حرارته بتزيد، ومضطر ان احنا ناخد علاج، ومضطرين ان احنا نبعد ونغيب عن المدرسه اذا كان في الفتره بتاعه الدراسه. مفيش اي حد فينا يحب ان ولاده يحصل لهم المشاكل الطبيه دي. مظبوط. التهابات اللوستين بالذات ليها اعراض جانبيه بسيطه قوي، مش عايزين بس نقول عليها حاجه دلوقتي عشان خاطر الناس ما تقلقش، انما في مضاعفات ممكن تحصل نتيجه اصابه اللوستين بالتهابات، حاجات نادره. وان انا اسيب الموضوع اهمله قوي كده يعني واسيبه تكرار الالتهابات دي؟ مفيش حد من اهل غالبا بيهمل، هو دايما ده العكس. لا على اساس يا دكتور ان انا ايه، لا ليها فوائد كتير، انا مش عايزه اعمل اي حاجه دلوقتي. صحيح. هو اللي بيحصل الناس مش بتهمل، بس الناس دايما بتبقى خايفه من العمليه. فهو بيجي وبيكشف، بس لو الدكتور نصحه انه يعمل عمليه بيبقى قلقان بقى، قلقان اما انه طب واللوز ليها فايده، انا لو شلتها الفايده بتاعتها هتروح، او خايف من العمليه نفسها. انما الحقيقه انه وانس ان ابتدى يحصل التهابات متكرره، او ابتدى الطفل يحصل له توقف النفس اثناء النوم، لا العمليه محتاجينها ولازم الجا للطبيب واشوف الاجراء. طيب معانا تليفون بعد اذنك يا دكتور. فتح. طارق صباح الخير استاذه ايمان، اهلا بيكي. صباح الخير. صباح النور، اهلا بيكي. عايزه اتكلم مع الدكتور. اتفضل الدكتور طارق معاكي. انا عامله عمليه اللوز ومن 10 سنين. حضرتك عندك كام سنه؟ بينزل الصديد وريحته مش كويس. عندك كام سنه يا استاذه ايمان؟ عامله لي مكروب سبح. عندك كام سنه؟ عندي 40 سنه. وحضرتك عامله عمليه اللوز وانت عندك 30 سنه؟ من 10 سنين. لا عندي 40. حضرتك عاملاهم من 10، عامله عمليه استئصال لوستين من 10 سنين. من 10 سنين. مظبوط. ايه شكوى حضرتك دلوقتي؟ عاملين لي مكروب سبحي وريحتهم مش كويسه وتعبين، ووجعي لي جنبي من الاول كان عاملين روماتيزم. طيب يا استاذ ايمان الدكتور طارق هيرد على حضرتك. هو ده بقى يعني سؤال، بعد ما شالت اللوز يا دكتور قابلت المشاكل دي كلها؟ انا هقول لحضرتك، لان دي واحده من بين المشاكل. التحاليل اللي احنا بنعملها قبل عمليه استئصال اللوستين، الحقيقه انه مش المفروض ان احنا نعمل اي تحليل قبل عمليه استئصال اللوستين خالص،
وفي اوروبا وامريكا التحليل الوحيد اللي بيتعمل هو تحليل صوره الدم فقط، احنا مش محتاجين اي تحليل. المشكله اللي بتحصل عندنا في مصر ايه بقى؟ ان احنا بنعمل تحليلات من بينها تحليل سرعه الترسيب مثلا او تحليل الميكروب السباحي، هذه التحليلات غير مطلوبه، مفيش اي مرجع طبي ولا بحث طبي بيتكلم عليها في اي دوله في العالم خالص، وده واحنا من بين الحاجات المنتشره جدا في مصر، وهو خطا ملوش اي داعي والله. يعني ما نحللش اي حاجه غير صوره الدم بس قبل عمليه اللوز، صوره الدم بس غالبا، واحنا علشان خاطر يعني بنشوف الضغط يعني عشان نشوف حاله المريض. في حاجات روتينيه بتتعمل للناس الكبار في السن، يعني لو في سن 30 سنه لازم نعمل وظائف كبد وكده، دي تحليلات روتينيه. انا اقصد انه مخصوص بالذات لعمليه اللوز، في لا زال في بعض الاطباء بيطلبوا تحليلات من بينها سرعه الترسيب او تحليل الميكروب السباحي، اعتقادا منهم انه التحليلات دي هي اللي على اساسها بنقرر اذا كنا محتاجين ان احنا نعمل استئصال لوستين ولا لا. احنا قلنا استئصال لوستين له سببين اساسيين، اذا كان عندنا تكرار التهاب او في توقف للنفس اثناء النوم، ده اللي بيخلينا ناخد القرار، لا شكل اللوز ولا التحليلات. طيب ايه بقى اللي بيحصل؟ الناس بتعمل التحليل بتاع الميكروب السباحي علشان خاطر تطلع النتيجة بتاعت الميكروب السباحي عالية، فنقول المريض انت عندك ميكروب السباحي عالي وبالتالي احنا محتاجين نشيل اللوز، لان حضرتك لو ما شلتهاش، الكلام ده بيتقال للكبار والاطفال، لو ما شلتهاش حضرتك هيحصل لك روماتيزم في القلب، والعملية دي لازم تتعمل بسرعة علشان خاطر هيحصل لك مضاعفات. يعني الكلام ده كلام غير طبي وغير سليم. طب هي دكتور بتشتكي من حاجتين، ريحة النفس بتاعتها، هي بتقول ان هي شالت اللوز، فهو مستحيل تكون اللوز هي سبب المشكله، لانها ورجليها بتشتكي برضه من تعب، هي جالي روماتيزم. هو الكلام حضرتك كده، اللي احنا عملنا تحليل الميكروب السباحي طلع عالي، ده معناه ان عندي روماتيزم. هو الخطا في كده، انه ما فيش حاجه اسمها تحليل الميكروب السباحي عالي معناها ان انا عندي روماتيزم، ولا انه هيجي لي روماتيزم في القلب، ولا ان انا محتاج اخد علاج علشان خاطر روماتيزم، ولا اني محتاج اخد حقن بنسلين طويل مفعول. يعني لو في حاجه مهمه في هذه الحلقه ان احنا ارجوكم نقول للناس تحليل الميكروب السباحي مش بيتعمل، مش مطلوب، ملوش اي فايده خالص. التحليل ده لو طلع عالي او طلع واطي، ده مش معناه ان انا محتاج اعمل عمليه او مش محتاجها. قرار العمليه ملوش علاقه بالتحليل خالص. تحليل الميكروب السباحي معناه ان الشخص ده جاله التهاب بالميكروب السباحي، اللي هو اشهر ميكروب يعني بيعمل التهاب في الحلق في وقت ما في حياته، ممكن يكون من سنه، من سنتين، ممكن يكون من اسبوع. مزبوط. وده ما يمنعيش ان اعمل عمليه، ولا هياثر عليا ولا اثر على صحتي، ولا معناه ابدا ان انا هيجي لي حمى روماتيزميه ولا روماتيزم في المفاصل خالص. طيب عشان معانا الاستاذه رشا بقى لها فتره طويله جدا، بس لازم برضو الاستاذه ايمان نعالج ريحه النفس، نشوف ايه ريحه النفس بقى ليها اسباب كتير قوي. طيب. ممكن تكون ليها اسباب تانية غير اللوستين يعني. طيب يا ريت رشا تكلمينا تاني. معانا الاستاذ رمضان، اهلا بيك، صباح الخير. السلام عليكم. عليكم السلام، اهلا بحضرتك. والله احنا انا عارف ان الوقايه خير من العلاج. طبعا. بالنسبه للوز دي. لو اخذنا علاج طبيعي بلدي، مش يقوي المناعه بتاعت الاطفال، ما نضطرش في العمليات والامراض الخطيره. شكرا. صح. طيب معانا ام عبد الرحمن من اسكندريه، صباح الخير. ايوه. صباح النور، اتواصل مع الدكتور لو سمحتي. اتفضلي، الدكتور طارق مع حضرتك. ايوه، السلام عليكم يا دكتور. عليكم السلام يا فندم، اهلا وسهلا. والله انا عندي اولادي، انا عندي، احنا في اسكندريه واحنا سامعين ان في مرض التحقي ده منتشر، فانا مش عارفه هو اشاعه ولا كلام صحيح يعني. هو ابني من امبارح عنده صداع، والنهارده حتى رجعوه من المدرسه عنده صداع وعنده مغص. عنده كام سنه؟ عنده 11 سنه. 11 سنه، عنده صداع بقاله قد ايه؟ هو امبارح بس اشتكى، امبارح حتى امبارح انا ما وديتهوش المدرسه، يعني خفت من الموضوع دوت، لان مش عارفه الصح من الغلط، مش عارفه اتعامل ازاي. وانا بفطره لبن على عسل نحل، مسكت قايله له كوبايه لبن على معلقه عسل نحل، بس النهارده اتصل وهي لسه جايه دلوقتي من المدرسه. الف سلامه. اتعامل معاه ازاي؟ قال لي اكشف عليه ولا اعمل ايه يا دكتور؟ حاضر يا حبيبتي، الف سلامه عليه يا ام عبد الله. هو بس بالنسبه للسؤال الثاني، لانه بعيد عن مجال تخصصي، النصيحه بس لو سمحتوا ما نمشيش ورا الشائعات، لان في شائعات كتير بتطلع مش مظبوطه. احنا هنسمع التصريحات والتقارير الرسميه اللي تطلع من وزاره الصحه. لو خرج حاجه بتقول ان احنا في عندنا مشكله صحيه وتستدعي نوع من العلاج الجماعي ولا طرق وقايه معينه، نمشي ورا الكلام ده. ما خرجش من وزاره الصحه خالص، فاحنا ما بقاش عندنا ذعر ولا خوف، الموضوع في الغالب اشاعه. طريقه بقى العلاج والتعامل معاها مع ازاي؟ إذا حد جاله المشكلة دي، أو إذا احنا قلقانين وخايفين، بصراحة هنسأل طبيب الأطفال أو طبيب الحميات، هم الدكاترة المختصين بالمعنى. إنما بس أنا عايز أطمن يعني
الست لطيفه اللي بتكلمنا انه حضرتك ما تقلقيش الموضوع، ما فيش حاجه اسمها وباء في مصر والكلام ده، ده كلام اشاعي يعني. بس طيب، لو انت الولد النهارده راجع عنده مغص وسخن شويه، وارد قوي ان يكون عنده نازله معويه ولا حاجه. بس يا دكتور طارق، انا مش عارفه حكايه الصداع فعلا اللي بتيجي للاطفال وهم صغيرين جدا، 10 سنين 11 سنه، يعني انا مش عارفه ده من ايه وايه اسبابه يعني. برضو يعني انا برضو ما اقدرش يعني اقول حك اسباب عامه، في حاجات طبعا ليها علاقه بالانف والاذن، من بينها مثلا موضوع التضخم اللحميه والطفل ما بقاش بينام كويس وعنده انقطاع للنفس اثناء النوم، وفي حاجات عامه لما تلاقي حضرتك ظاهره ابتدت تظهر في المجتمع ككل، تعرفي ان في غالبا حاجه سلوك مجتمعي الناس كلها بتعمله، عشان كده الموضوع ابتدى يزيد. مظبوط. الحقيقه في الزمن بتاعنا ده حاجتين، الناس الاكل مش كويس، الحاجه الثانيه استخدام الموبايلز والتابلت والسهر. دي نصيحه طبعا لكل الامهات ان هم الحاجات دي الطفل ما يخلوش ولادهم ان هم يقعدوا فتره طويله جدا على التلفزيون حتى او على الموبايلات، قدام التلفزيون السهر ومواعيد النوم اللي مش منتظمه لازم يبقى فيه، والتغذيه السليمه يا دكتور طارق. بس للاسف الوقت يعني بيجري بسرعه مع حضرتك، احنا عايزين برضو نطمن الامهات. كان في عمليات استئصال اللوز بالليزر، هل ده صحيح ولا العمليه؟ اولا الطرق المعتمده دلوقتي لاستئصال اللوزتين الطريقه التقليديه العاديه خالص بالات الجراحه العاديه، وحتى الان كل الدراسات بتقول ان دي امن طريقه لاستئصال اللوزتين. مظبوط. ثم استخدام جهاز البلازما او التردد الحراري او الكوبليشن، الثلاث مسميات زي بعض، ودي احدث حاجه بتستخدم دلوقتي، والفائده لاستخدام هذا الجهاز هي تقليل الالم بعد العمليه. مفيش فرق من ناحيه انه يقلل المضاعفات المحتمله بعد العمليه زي النزيف مثلا، انما هو الحقيقه بيقلل الالم بعد العمليه. الموضوع بقى بتاع الليزر، الليزر زي اي حاجه في الدنيا، وقت ما ظهرت في اوائل الثمانينات ولا حاجه كان حاجه يعني منتشره قوي، كل الناس بتستخدمها، وبعدين بعد فتره عرفنا انه ليه مشاكل. وما فيش استخدام للليزر في استئصال اللوزتين خالص، في استئصال اللوزتين مفيش، هذا كلام غير صحيح خالص. دي طبعا كان الناس كلها فاكره ان هي كل اخر حاجه بقى، احنا هنعمل بالليزر الكلام ده مش حقيقي. واجهزه الليزر عشان بس الناس تبقى عارفه، اجهزه غاليه جدا مش موجوده في كل مكان، فما ينفعش الواحد يبقى رايح مستشفى يعني متواضع ولا مكان عادي ويتهيأله ان الدكتور هيعمل عمليه بالليزر. الليزر ملوش اي فوائد، على العكس ده هو بيزود الالم، بيزود احتمال النزيف، فاحنا الكلام ده كلام مش مظبوط، لا اما الطريقه التقليديه العاديه لا اما الكوبليشن. بشكرك جدا يا دكتور طارق، ويا رب يكون مشاهدينا كمان استفادوا من الحلقه الجميله دي، وان شاء الله يكون لنا لقاءات ثانيه ونتكلم بمفهوم اوسع. ميرسي جدا يا دكتور طارق. مشاهدينا يا رب تكون الحلقه عجبتكم. النهارده كنا بنتكلم عن التهاب اللوز وازاي نحافظ عليها والوقايه ازاي، واتكلمنا كمان عن العمليات الجراحيه لاستئصال اللوز، ده شيء مهم جدا. يا رب تكون الحلقه عجبتكم. طبعا بنشكر ضيفنا العزيز النهارده الدكتور طارق عبد الفتاح حسن، استشاري الانف والاذن والحنجره. مشاهدينا اشوفكم في موضوعات جديده وحلقات مختلفه، وصباح الصحه والجمال. يا صباح الصحة والخير والجمال، والشمس هي طالعة مع راحة البال. يا صباح الصحة والخير والجمال، والشمس هي طالعة مع راحة البال. يا صباح الصحة والخير والجمال.